بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فالسلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد. الحياة مليئة بالأسرار في حياة الناس، بيد أنها تظل في كثير من الأحيان مصطلحات لا معنى لها في الواقع. فالسر الذي يخرج منك إلى الأقارب سرعان ما يصل إليك من الأباعد، وليس غريبا أن يأخذ منك الذي أخبرك به العهود والمواثيق بأن لا تخبر به أحدا ما دامت لك عين تطرف. هذا هو حال سرك، فما بالك بأسرار الآخرين التي تأتيك من كل حدب وصوب، وكأنك كعبة القصاد. وقد قيل بأن السر إذا خرج من الشفاه لم يعد سرا، فهل يعني هذا أنه لا طوق على شيء من الأسرار؟ أم يعني أن واقع الناس لا يحفظ سرا بين جوانح الصدور؟ وقد انضافت في عصرنا الحاضر وسائل اتصال تجعل من أسرار البيوت نهبة لكل من هب ودب، وفي مواقع العمل ومواطن المؤسسات أسرار صار يقرأها الناس يوميا في مواقع الشبكة، شبكة المعلومات العالمية. فهل نحن في زمن لا مكان فيه للأسرار ولا يخفى على الناس من أخباره شيء؟ ولكن هل يعني هذا أن لا تبوح إلى أحد بشيء، أم أن القصة طويلة الفصول قديما وحديثا وقليل من يصون الأسرار؟ الأسرار همسة في الأذن أم همسة في الصدور؟ موضوع حلقة اليوم، ما هو حقيقة السر؟ وهل ضيقته فهم الناس أم وسعته؟ وكيف يحافظ المرء على الأسرار؟ وكيف يحفظ للمجالس أمانتها؟ وكيف نحافظ على أسرار الحياة الزوجية؟ كل هذا وغيره سترونه بإذن الله تعالى، تستمعون إليه في نقاشنا وحوارنا مع فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة. راجينا منكم أن تشاركوا بما لديكم من أسئلة أو مداخلات حول هذا الموضوع على الأرقام التي ترونها ظاهرة على الشاشة بين الحين والآخر بإذن الله. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا بكم، وأنا أحيي أيضا الإخوة والأخوات الذين يتابعون البرنامج، وأسأل الله سبحانه وتعالى في مستهله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تعالى سميع مجيب. آمين. طيب فضيلة الشيخ، نبدأ. لدى الإنسان رغبة في كشف أسراره لبعض من يأتمنه، ربما لتفريقهم أو لطلب مشورة، ولكن كما قلنا في المقدمة هناك مسألة تتعلق بإفشاء الأسرار. في كل الأحوال، ما الذي يفضل للإنسان، أن يكتم ما في نفسه ولا يبديه لأحد، أم يذكره لبعض خاصته ويتحمل بعد ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا ريب أن موضوع حفظ الأسرار إنما هو من الآداب القويمة في هذا الدين الحنيف، ويترتب على حفظ الأسرار وعلى أمانة المجالس وعلى الأمانة مطلقا الكثير من الآثار حينما يحافظ الناس على هذه الآداب وتلكم الفضائل. ذلك أن جملة مما يبني علاقات وطيدة بين الناس ويعزز أخوتهم الإيمانية ويقيم صروح المجتمع الإسلامي على أسس متينة من التعاون ومن التواد ومن التعاطف والتراحم، إنما يكون بمراعاة هذه الآداب وبالالتزام بها، ومن هذه الآداب حفظ الأسرار. ونحن حينما نتحدث عن حفظ الأسرار فإننا نتحدث عن طرفين: طرف يأتمن غيره على سر عنده، وطرف يستودع يتلقى هذا السر ويفترض أن يحفظه وأن يصونه وأن يكون محلا للأمانة التي حمل إياها. نعم. وأما موضوع السر فهو مما لا يمكن أن يحصر، ولهذا فإن أهل العلم قبل أن نتطرق إلى ما يتصل بتحمل الأسرار وبحفظ الأسرار وبأمانات المجالس وأمانات الأعمال وأسرار ما يناط بالإنسان من أمانات ومسؤوليات، فإن الأولى في حق الإنسان أن يحفظ سره بنفسه. فلئن ضاق صدره هو بهذا السر فقد يكون في الغالب صدر غيره أضيق
من صدره هو بذلك الذي لم يستطع أن يكتمه، إلا أنه كما أشرتم قد تعتري الإنسان حالات يحتاج فيها إلى أن يستشير غيره، وقد يضيق بما يحمله في صدره فيريد مواساة أو مؤانسة أو يريد تخفيفا أو تفريج هم من غيره من الناس، فيبث له همومه وينفر عنده كنانته مما هو من خصوصياته أو مما هو من أسرار حياته. وقد يحتاج أيضا بين هذا وذاك، قد يحتاج أيضا حينما يبث شكواه أو حينما يذكر سرا من أسراره لغيره، قد يحتاج إلى أن يتبين رأيا أفضل، وقد يحتاج أيضا إلى أن يهتدي إلى صراط مستقيم. فقد يكون من يلجأ إليه ليبدي له سره هو من أهل العلم الذين يرشدونه إلى طريق التوبة والخلاص، فيبدي له صفحة نفسه مما أتاه أو اقترفه مما ما كان يتمنى أن يطلع عليه غيره، وإنما ذكر ذلك لأهل العلم أو يذكر ذلك لمن يتوخى منهم النصيحة والرأي والحكم الشرعي أو الفتوى استرشادا وطلبا للهداية وطلبا لما هو أفضل. إذن هناك جملة من الأسباب التي تدفع المرأة إلى أن يبدي بعض أسراره لغيره من الناس، ومع ذلك كله فإنه إن كان يتمكن من أن يحفظ سره بنفسه فإن ذلك أولى في حقه، لأن السر إذا خرج ذاع، وهذا إنما يحكي حال أغلب الناس. ولذلك أسباب كثيرة قد نتعرض لها بمشيئة الله تعالى بإذن الله. لكن كثيرا ما يتعلل الناس بحديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فيوغل بعضهم في فهم هذا الحديث بمعنى أو يبالغ في تطبيقه إلى حد أنه لا يخبر حتى زوجته بصفقة تجارية له أو بشيء معين مثلا مما يتعلق بخصوصيات الأسرة. هل قضاء الحوائج بالكتمان يعني أن يظل الإنسان كاتما لكل شيء؟ لا، لا يعني ذلك باختصار شديد. وهذا الحديث الذي أشرتم إليه ورد بعدة روايات، أو ورد من عدة طرق، ورد من طريق معاذ بن جبل، وورد من طريق ابن عباس، وورد من طريق علي بن أبي طالب، وورد من طريق أبي هريرة، وهذه الطريق الأخيرة هي أصحها، حتى أن الترمذي قال في هذه الطريق حسنة، وصححها بعض المتأخرين وقال سندها جيد. وإلا فالطرق السابقة، أي الطرق التي جاء بها الحديث عن معاذ بن جبل وعن ابن عباس وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، في أغلبها ضعيفة. ونص الحديث استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، فعلى هذه الرواية الأصح، هذا هو لفظ الحديث بمختلف هذه الطرق. وقد قلت بأن الطريق التي جاءت عن أبي هريرة هي يعني أجودها سندا، وأما ألفاظها فهو هذا اللفظ إنجاح. ونعم، استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، والمقصود من ذلك هو أن إذاعة أمر حاجة يبتغيها الإنسان قبل أن يحكمها وقبل أن يأخذ بالأسباب التي تؤدي به إلى نجحها، إنما ينبغي أن يكون بعدم إذاعة ذلك، يعني إذاعة أمر حاجة يبتغيها الإنسان قبل أن يحكمها وأن يتقنها ليس من الحزم في شيء. وحفظ الأسرار هو من الحزم بالنسبة
ومن الناس من تكون لهم نوايا ومقاصد، ومنهم من هو خال من النوايا والمقاصد السيئة وإنما يخوض مع الخائضين. فإذا ما حصلت أزمة اقتصادية هول الناس من أمرها، نعم. وإذا ما أرادت فئة من الناس الإثراء على حساب الفقراء فإنهم يمكن أن يروجوا لإشاعة فيتلقاها هؤلاء، فإذا بك تجد أن هؤلاء يصابون بخسائر فادحة بينما غيرهم ممن روج لتلك الإشاعات يثري، نعم. وينال من الثروة ومن الغنى ما يناله من جراء نشره وبثه لإشاعات في عالم المال، وكذا الحال في عالم الإدارة، وكذا الحال في عالم السياسة، بل حتى حينما ننظر إلى قضايا هي مما ينبغي أن يتثبت فيه المسلم وأن يتأنى كحالات الإصابة في الحوادث وما أكثر الحوادث المرورية، فتجد أن الناس يتناقلون الأخبار ويستهويهم حب استطلاع ما جرى، فيؤدي ذلك إلى مزيد من الحوادث المرورية وإلى تعطيل حركة السير، لا لشيء إلا لدافع أن يطلع ثم بعد ذلك ينقل الأخبار ويشيعها ويذيعها، وهذا مما يؤدي إلى الكثير من الأضرار، وهو ما ينبغي أن تحذر منه هذه الأمة أفرادا ومجتمعا وأمة، نعم جميل، لما يتصل بها من كل هذه الآثار والأضرار. طبعا أنضاف إلى ذلك حب الفضول في تصوير الحادث نفسه ونشره في المواقع المختلفة وغيرها، فيما يتعلق أيضا بالبورصات وهبوطها وصعودها سنعود إلى مناقشته إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بكتم الأسرار، ولكن فاصل ثم نعود لاستقبال المكالمات وبعدها نواصل حديثنا بإذن الله. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مرحبا بكم أعزائنا الكرام مرة أخرى في برنامج سؤال أهل الذكر، موضوعنا اليوم عن حفظ الأسرار وأمانة المجالس. نستقبل الآن هذه المكالمات. الأخت زينب المعولية أو زيان المعولية، عفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عافاك الله، الحمد لله. أهلا بك الأخت زيانة. حبيت أسأل يعني هل يعني يجوز للمرأة مثلا إنها تفضي يعني بأسرارها إذا كانت مثلا متضايقة من تصرفات زوجها مثلا لشخص يعني تعرفه إنه هو يحفظ الأسرار؟ يعني هل كذلك يعني ظلمت زوجها؟ تفضي بأسرارها إلى أقربائها أمير الآخرين؟ إلى أقربائها يعني، نعم. طيب تكون مضايقة من حاجة أو شيء فهي تخاف لا يكون يعني ظلمت زوجها، جميل، ويحق لها مثلا إن هي تنصحه حتى إذا كان هو ما يريد النصح منها ويتضايق منها فهي تخاف يعني ما تقدر تشوفه على غلط وما تنصحه، وهو نفس الشيء يتضايق إذا هي مثلا نصحته، جميل. إن شاء الله الأخت زيانة، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. أخ إبراهيم الحديدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ إبراهيم أهلا بك ومرحبا. حياكم الله. عافاك الله، الحمد لله، أشكر الله. عافاكم الله. أهلا بك الأخ إبراهيم، تفضل. كذلك أنا عندي يعني سؤال فيما يتصل بالموضوع. نعم. هل يعني موت شخص مسوغ لكشف أسراره مثلا كما حدث ذلك من السيدة فاطمة؟ وأيضا حدث من حذيفة الصحابي الجليل، نعم. لأنه هو كما يقال كل سر جاوز الاثنين شاع، نعم. لكن يعني أو أيضا أردت أعرف حقيقة المقولة هذه أيضا، نعم، بقى واضح، نعم. تفضل الأخ إبراهيم. هذا هو السؤال، يعني هل موت الشخص يعني هو مسوغ لكشف سره مثلا؟ طيب واضح السؤال، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. الأخ عثمان الشيدي. سليمان الشكيلي، أهلا بك الأخ سليمان. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. عافاك الله وأبقاك، تفضل الأخ سليمان. مساء النور، عافاك الله. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. تفضل الأخ سليمان، استمع إلينا من السماعة مباشرة إن شاء الله. تفضل. تفضل الأخ سليمان. عندي سؤال هذا بخصوص الأسرار. نعم.
أعتقد بأن سمعت عن كلام أن المرأة لا تستطيع أن تحتفظ بالسر أكثر من 47 ساعة، هل هذا الكلام صحيح؟ طيب والله نحن ننتظر مكالمة أيضا من المرأة تسأل عن الرجل كم ساعة يحتفظ بالسر. طيب شكرا، أحسنت، بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، نعود مرة أخرى، هذا الكلام الذي يتعلق بارتفاع البورصات وانخفاضها وإشاعة ذلك من أجل الكسب، هذه نماذج أمثلة، نعم، إلى من يستهويهم، نعم، إشاعة هذه الأخبار مع أنها في الحقيقة ليست بأسرار، لكنهم قد يقصدون. هذه أمثلة، وكما قلت قد يسري، قد نجد ذلك أيضا في عالم السياسة، فتنتشر أخبار أيضا يروج لها بانتصارات أو بهزائم فيها من المبالغات ما فيها، إلا أن عامة المسلمين أو جماهيرهم لأسباب قد تكون عاطفية في أغلبها أو بدون أسباب تستهويهم، فإذا بهم يبنون أحكاما وتحليلات وهم في غنى عن ذلك كله. وكذا الحال بالنسبة أيضا إلى يعني الكثير من القضايا الإدارية والقرارات الإدارية وما يتصل بالأعمال بشكل عام، فإن هناك جهة تستهويها، هناك يعني من كثير من الناس كما قلنا من يتطلعون وعندهم هذا الفضول لأجل التعرف على مثل هذه القضايا، نعم، سواء كانت موافقة للواقع أو لا، ثم بعد ذلك يقومون ببثها ونشرها، وهذا من يعني إشاعة من إشاعة الأخبار الكاذبة مما لا، وهو أمر لا يقبل في هذا الدين الحنيف. فكيف أيضا وهناك يعني من الناس من يتلقى هذه الأخبار ويبني عليها أحكام دون تثبت، نعم، لكن الذي يؤسف له أكثر، وأنا لازلت أذكر هذه أمثلة مما يمكن أن نسقط عليه معنى هذه الآية الكريمة في واقعنا المعاصر، نعم، تكون المشكلة أكبر حينما توجد فئة من الناس يقصدون أصلا، كما كان شأن المنافقين، فإن يعني ديدنا المنافقين هم في ظاهر الأمر ويقولون طاعة، هكذا ابتدأ السياق، ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون. فإذا تجد كثيرا أو تجد بعض الناس يظهر أيضا الغيرة على مصالح المجتمع والأمة، وإذا به بعد ذلك في باطن الأمر يبيت مثل هذه الإشاعات ويروج لها، فيتلقاها عامة الناس ويستفيد هو منها من جراء ذلك صفقات تجارية أو بيع أو شراء أسهم ما في أسواق المال، وهكذا تحصل يعني يحصل الكثير من الخلل في الحركة الاقتصادية، لأن ذلك إنما بني على مثل هذا الذي تحذرنا منه هذه الآية الكريمة. والمنهج الصحيح ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، وأولي الأمر في كل أمر بحسبه، فلو كانت القضية علمية فإلى أهل العلم، واقتصادية فإلى الخبراء المختصين بالاقتصاد، والسياسة إلى أهل السياسة ورجالها، والأدب إلى أهل الأدب والعلم، وهكذا. إذن أنتم ترون أن هذه الصور ستدخل في دائرة النفاق التي تتحدث عنه الآية، والحقيقة واقع، لأن بعض الناس يعني الأمثلة التي ذكرتموها، بعض منهم يجلس مع مسؤول معين أو موظف يسأله عن خطته في تطوير العمل غيرها من الأمور، ثم ينسب ذلك إلى نفسه ويذهب مباشرة لإفشاء مثل هذا السر. ما قرأته أيضا عن واحد من أثرياء العالم أنه وقف على باب البورصة يقول لهم أن دولتنا قد هزمت، وهي ليست مهزومة بل كانت منتصرة، من أجل أن تهبط الأسهم ثم اشتراها. نعم الكثير، طبعا نعم الكثير، نعم. ولذلك يعني ترتب آثار كثيرة جدا، ونحن لا نجد في كتاب الله عز وجل آية قرآنية يذكر فيها الأمن أو الخوف أو الجوع إلا ونجد أن دلالتها غاية في الأهمية، نعم. ولذلك فهي كالتحذير لهذا التالي لكتاب الله عز وجل أن ينتبه أن الأمر المخاطب به في هذه الآية أمر جدير بالدراسة والتدبر والتطبيق، نعم. وذلك لعظيم الأثر الذي يمكن أن يترتب عليه. ولذلك قبل بين الآية التي تلوتها، نعم، ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول إلى آخرها، وبين هذه الآية نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. طيب فضل الشيخ، هناك مجموعة من الصور في السيرة النبوية لا يعتبرها الناس اليوم سرا،
ولكنها وردت في سياق السيرة أو في سياق السنة التي تحكي صورا من علاقات النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه مع الناس تعتبرها سرا. هل هي بالفعل سر أم هي شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لنضرب المثال الأول، الخطبة، عندما يخطب الإنسان امرأة فإن الناس تستهويهم نقل هذه الأخبار، وتجد المجالس الداخلية والخارجية مليئة بهذا الخبر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب حفصة بنت عمر رضي الله عنهما كاد أن يوقع شيئا من الخصام بين عمر وأبي بكر وعثمان. ليس الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، الحادثة نفسها. الحادثة نعم، يعني نعم. عمر لما عرض ابنته على أبي بكر وعلى عثمان فلم يعني يوافقا، لمجرد أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها. نعم. هل خطبة رجل لامرأة يعتبر سرا لابد للناس أن يحافظوا عليه، أم هذا شيء خاص باحترام النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندما يختفي علو الهمة والطموح والاشتغال بمعالي الأمور من واقع حياة الناس، لا شك أنه سوف يحل محل كل ذلك الاشتغال بمثل هذه القضايا التي هي من سفاسف الأمور ومن خصوصيات الناس، وسوف يكون هناك تتبع لها واستهواء لها ورغبة في التعرف عليها ولو كالألسن لها. وإلا فأمر يعني الخطبة كما تفضلتم هو من الخصوصيات التي ينبغي أن يحافظ عليها، وذلك لما يستتبعه من خوض في أعراض الناس. فإذا ما عدل الخاطب على سبيل المثال عن رغبته في الخطبة سوف يسأل الناس لماذا عدل عن خطبته، لأن عيبا في المرأة، وسوف ينسجون القصص والأساطير حول ذلك. أو إذا رفض هذا الخاطب وهو لا يرغب في أن يعرف عنه ذلك، فإذا لابد أنه سوف يكون يعني حديث الناس الذين لا يراعون مثل هذه الآداب والقيم والفضائل أنه ما رد إلا لعيب فيه، إما في نسبه أو في خلقه أو في ماله، أو يعني سينسجون أيضا الحكايات المالي وغيرها. وهذا هذه الحادثة التي تشيرون إليها لا شك صحيحة في يعني الصحيحين أو عند الإمام البخاري. فعمر بن الخطاب لما عرض ابنته حفصة على عثمان بن عفان فاستمهله عثمان بن عفان أول الأمر، ثم رد عليه بعد ليالي وقال لا أرى لي حاجة في الزواج يومي هذا، ثم عرضها على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما جميعا، فأبو بكر لم يرد عليه شيئا، فوجد عمر في نفسه من ذلك. ثم ما هي إلا أيام حتى خطب حفصة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لعلك وجدت في نفسك شيئا حين لم أرد عليك. فقال له عمر يعني بلى، فقال إنما فعلت ذلك لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها. إذن هكذا حفظ أبو بكر الصديق سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتمل ما كان يتوقعه من موجدة في قلب عمر عليه لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يحتمل لماذا حفظ أبو بكر الصديق مع أن ابنته تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظ هذا السر للرسول عليه الصلاة والسلام مخافة أن يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجد عمر في نفسه من أنه اطلع على الخبر ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خطبة ابنته فيحزن عمر لذلك وتحزن ابنته، أو لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استشاره، ونحن نعلم أن أبا بكر الصديق هو صاحب رسول الله وأحب الخلق إليه. نعم. فكان يستشيره، كان يشاوره في سائر أمره، فلعل رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار أبا بكر في هذا الأمر، فما أراد أن يبدي أمرا، ما أراد أبو بكر الصديق أن يبدي أمرا استشاره فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد من الناس حتى يتم ذلك الأمر. فإذا هذا هو المنهج، فضلا على أن القاعدة الأساسية هو أن هذه القضايا كما قلنا قضايا الخطبة هي من خصوصيات الناس التي ينبغي أن يتعاون الناس على أن تكون في أضيق دائرة،
على خلاف أمر الزواج، فالزواج الأصل فيه أن يشهر وأن يتحدث عنه وأن يعلن. نعم. أما أمر الخطبة فحتى تتم وحتى يكون العقد ينبغي أن يكون مراعاة لمصلحة الزوجين وأولياء الزوجين أو الخاطبين وأولياء الخاطبين. إذن بهذا نحن قد قطعنا لذة كانت متداولة في المجالس. لنأتي إلى مثال آخر، وقد اتصل أيضا الأخ إبراهيم الحديدي وذكر هذا السؤال نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم حدث ابنته فاطمة رضي الله عنها بحديث في وسط أزواجه، وحاولنا أن يعرفنا منها هذا الخبر ولكنها اعتذرت، ولكن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى ربه أفشت ذلك السر وأخبرت به. هل موت صاحب السر يصوغ لمن اؤتمن عليه أن ينشره؟ وكذلك في موضوع حذيفة رضي الله عنه هنا يعني الآن يعني كنت حذيفة طبعا أفضى لعمر بحديث واحد. نعم، أولا قصة السيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وما أسر به إليها سيد الخلق أجمعين رسولنا صلى الله عليه وسلم، فهي كتمت ذلك لأن الذي أسر بها إليها يتعلق بوفاته، بخبر وفاته، ولذلك حزنت وبكت رضي الله تعالى عنها. ثم أسر إليها بكلام آخر فسري عنها واستبشرت. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتها السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وأصرت عليها في السؤال، أخبرتها أطلعتها بأن الذي كان قد أخبرها به أولا هو خبر وفاته، ثم أنه يعني نقل إليها أنها سيدة نساء المسلمين أو سيدة نساء هذه الأمة، فاستبشرت بذلك. وهذا ليس يعني لا يتصل بذات فقه مسألة إفشاء السر بعد وفاة صاحبه. نعم يمكن أن يستشهد بها في بعض الصور، لأن إفشاء السر بعد وفاة صاحبه قد يكون فضيلة، قد يكون مندوبا إليه إذا كان ذلك السر يتعلق بمنقبة أو مكرمة عند ذلك الرجل، وطلب ألا تبدى للناس كصدقات سر أو شيء من أعمال البر أو شيء كما قلنا من الفضائل، فطلب أن تكتم عليه. ثم بعد انتقاله إلى ربه تبارك وتعالى فإن من اللائق بهذا الذي استودع هذا السر أن يذكر محاسن ومناقب ذلك الرجل. أما إذا كان فيما استودع إياه من سر غضاضة للرجل بعد وفاته فإنه لا ينبغي له أن يبدي ذلك. وإن كان الذي أسر به إليه يتعلق بحقوق لآخرين فإنه يجب عليه. إذن هذه الأحكام الشرعية تكتنف إفشاء السر، وهي أيضا يعني تكتنف إفشاء السر في حالة حياة من استودع السر أيضا، إلا أنها كما قلنا إذا كان السر يتعلق بمضرة فيجب إفشاؤه، إذا كان السر فيه غضاضة للرجل بعد وفاته فيكره أن يبديه للناس، إذا كان أيضا فيه شيء من ما يتصل بحقوق الآخرين وقضائها فإن الواجب أن يبدي ذلك حتى يكون في أوليائه من يقوم بذلك. طيب فضيلة الشيخ، لننتقل الآن إلى الحياة الزوجية وما يدور بين الزوجين، وقد سبقتنا الأخت زيانة المعولية بسؤالها. بين الزوجين حياة متعددة الصور والعلاقات، ما الذي يعد منها سرا وما الذي لا يعد؟ خاصة الأخت زيانة ذكرت أنها قد تكون المرأة متضايقة من زوجها ومناقشته في هذا الضيق لا يحتمله، فتريد أن تفضي ببعض السر إلى من تأتمنه. أولا هل يمكن أن أجيب على سؤال من قال بأن المرأة لا تحتمل لأنها تناسب ما ذكرناه كم ساعة 73 أو 43؟ لا، هذه قصة يعني السيدة فاطمة الزهراء دليل على ذلك، والكثير أيضا من يعني مواقف نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المسلمين تدل على خلاف ذلك، ولا دليل على هذا. هذا يعني من أقوال العامة. نعم قد تكون يعني من النساء من هن أكثر حفظا للأسرار من الرجال، وقد تكون يكن مثل الرجال، وقد يكن في عموم الأحوال أقل من الرجال. الحاصل أن هذا لا دليل شرعي فيه. نعم. وبالعكس هذه يعني كما قلنا حادثة أو هذا سبب تقديم الإجابة على هذا السؤال أنه يناسب ما سألتم عنه من
قصة السيدة فاطمة مع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يتصل بالحياة الزوجية فالأصل أنها من الخصوصيات التي ينبغي أن تحفظ. وأسوأ ما أو ألزم ما يجب أن يحفظ سرا بين الزوجين هو ما يكون بينهما من الإفضاء. نعم. فإن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة أن يفضي الرجل إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. ما يدور بين الزوجين من أمور العشرة مما لا يجوز أن يبديه، فلا يصف امرأته ولا ما دار بينهما، وهي كذلك لا يجوز لها ذلك. وكذا الحال فيما يتصل بخصوصياتهم، لا ينبغي إذا كانت هناك شيء من المشكلات وسوء الفهم فيما بينهما فينبغي أن يسعيا جاهدين إلى أن يوجدا حلولا لذلك فيما بينهما. فإن تعذر ذلك فقد أرشد الله سبحانه وتعالى، أرشد المرأة إلى أن تلجأ إلى أوليائها من ترجو منهم أن يرفع عنها نشوز الرجل وإعراضه. فالله سبحانه وتعالى ذكر ذلك أنها إن خافت نشوزا أو إعراضا من الرجل فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وهذا يستدعي أن تبدي هي لمن تختص تتوقع من أوليائها أن يكون قادرا على رفع الإساءة عنها ونصح الرجل وردعه عن النشوز والإعراض المتخوف أو الواقع فيه، فإن ذلك مما يباح شرعا. وهذا إنما يكون حينما لا تجد سبيلا ناجعة فيما بينها وبين زوجها. وكذا الحال بالنسبة للرجل، لكن هذا لا يعني أن تشتكي إلى أسرتها من صغير وكبير وقريب وبعيد، لا، من تتوخى من أوليائها أن يكون قادرا على حل مشكلتها مع زوجها من أب أو أخ راشد كبير أو غير، يعني هؤلاء ممن هم من أهل العقل والدراية والخبرة والحكمة. حقيقة هذا الموضوع طويل وما قطعناه منه سوى النصف، ولكن إن شاء الله تعالى لعلنا نلتقي في حلقة أخرى لإكماله بحول الله تعالى. شكرا لكم فضيلة الشيخ، شكرا لكم على هذا العطاء. شكرا لكم أعزائنا الكرام. نشكر فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة على هذا العطاء في موضوع حفظ الأسرار. وقد ترسخت لدينا الآن مجموعة من المفاهيم فيما يتعلق بحفظ الأسرار وخاصة بين الإنسان وعلاقاته مع المؤسسات والشخصيات الاعتبارية وكذلك الإنسان وزوجه. نلقاكم بحول الله تعالى في الحلقة القادمة لمناقشة موضوع آخر أو لتكون عامة نستقبل فيها مختلف الأسئلة، هذا شيء سنبشر به في بداية الحلقة إن شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.